هنتكلم عن طريقة تحويل الكاش بالنسبة لأربع شركات سواء فودافون أو أورنج أو اتصالات أو وي. طبعا عارفين إن الكاش الخطأ فيه بيكون بيكلف مبلغ كبير غير تحويل على الهواء، فعشان خاطر نتلافى الأخطاء اللي ممكن تحصل في الكاش النهاردة هنقول طريقة سهلة جدا إزاي نقدر نحول الكاش بطريقة سهلة ومضمونة ومية في المية بدون أخطاء إن شاء الله، حتى لو أنا موجود في مكان مش معايا ورقة وقلم. لو عندي حد طبعا من الأصدقاء متسجل الأول، بنفتح كده القائمة، مثلا عندي مثلا ناخد أي حد من الأصدقاء موجودين عندي زي الاسم مثلا ده، نفتح كده مثلا هنا مديني حاجة اسمها كول لوج اللي هي المكالمات السابقة معاه، وفي حاجة اسمها الديتيلز أو التفاصيل، بندوس على الديتيلز أو التفاصيل بيجيب لي رقم تليفونه أهو، بثبت صباعي عليه وادوس كوبي تو كليب بورد، نسخ الى الحافظه. وعشان اتاكد ان الرقم اللي انا عملته ده حصل له نسخ، بقى احفظ اخر ارقام في 2047، اخر اربع ارقام اتاكد ان هو طبعا 010 واخره 2047، وباجي بعد كده ببدا احول الكاش سواء من اي شركه انا عايزها. مثلا هنحول من فودافون بالكود السريع او انا فودافون، الكود السريع نجمة 9 نجمة 7 نجمة، وأبدأ أثبت صباعي بعد النجمة وأدوس بيست أو لصق، وأتأكد أهو الرقم نزل أهو آخره 2047. بعد أنت عملت كده نسخ ولصق على طول من غير ما تكتب الرقم وتتعب نفسك وتجيب ورقة وقلم، بعد كده بتدوس نجمة المبلغ شباك وتبدأ تحول عادي خالص وتدخل الرقم السري. ده بالنسبة للتحويل لو رقم متسجل عندي. طيب لو جينا رقم تاني بقى، مثلا في رقم رن عليا مثلا مش مسجل عندي، ناخد على سبيل المثال زي مثلا الرقم ده 012 ده مثلا، هندوس عليه زي كده اه موجود عندي هنا، طب مش متسجل عندي برضه مش محتاج اسجله، بدوس برضه عليه اثبت صباعي وادوس كوبي برضه عليه واحفظ اخر رقمين 2030، وابدا برضه نفس الكلام الكود السريع نجمة 9 نجمة 7 نجمة، وابدا ادوس بعد النجمه صبايا احط اثبت صبايا وادوس لصق وهو بينزل اخره 2030، برضه ابدا ادوس النجمه المبلغ شباك وابدا احول له إيه الكاش اللي انا عايزه عن طريق نسخ ولصق بدون ما استخدم ورقه وقلم. طيب افترضنا انت في منطقه ومعكش ورقه وقلم وواحد بعت لك رقم على الواتس، لما حد يبعت لك رقم اولا لازم يبعته بالانجليزي ويبعته في رساله لوحده. ناخد سبيل المثال كده، عندي مثلا هنا مثلا في واحد بعت لي رقم اهو على الواتس عشان احول له كاش، شايفين الرقم اللي تحت ده اللي هو اخره 509، ده هو بعته في رساله لوحده وكاتبه بالانجليزي، لازم يكون مربوط في رساله لوحده مش مكتوب حاجه معاه، يعني ما ينفعش يكون مكتوب حاجه معاه عشان اخد الرساله نفسها كوبي، بثبت صباعي على الرساله كده وادوس على الثلاث نقط اللي فوق وادوس على كوبي او نسخ خلاص، ونشوف اخر ثلاث ارقام او اخر اربع ارقام اخره 7509، وبنيجي على القايمة نجمة 9 نجمة 7 نجمة، ونثبت صباعي بعد النجمة وأدوس لصق وأتأكد إن الرقم نزل أهو آخره 7509، وبعد كده ببدأ أدوس نجمة والمبلغ وشباك وأدوس اتصال وأبدأ أحول الكاش. طبعا دي يا جماعة طريقة مضمونة في المية مية في المية عن طريق النسخ واللصق بالنسبة للأرقام الموجودة عندي على التليفون. لذلك لما حد يكلمك مثلا تبعت مبلغ كبير قول له ابعتهولي على الواتس باللغة الإنجليزية، ويكون في رسالة لوحده انت بتاخده كوبي على طول من غير ما تكتبه باللغة العربية، وده طريقة مضمونة 100%.